وينضم معنا من اسطنبول فراس رضوان اوغلو الكاتب والباحث السياسي التركي. اهلا ومرحبا بك استاذ فراس. بدايه، حزب العداله والتنميه التركي يطلب اعاده فرز كامل الاصوات في اسطنبول بجميع الاقضيه والنواحي البالغ عددها 38 قضاء. ما مدى مقبوليه هذا الطلب وسط حديث المعارضه عن ضروره القبول بالامر الواقع؟ يعني طبعا هذه القضية الآن بيد اللجنة العليا للانتخابات، وأيضا في مثل أيضا المحكمة العليا التي تنظر إلى بعض هذه الطعون. في حال وجدوا أن هناك أحقية في هذه الطعون التي قدمت قبل حزب العدالة والتنمية طبعا وحزب الحركة القومية يعني حول هذا الاتفاق، الاتفاق الجمهور، أعتقد أنها ممكن أن تعاد هذه القراءة أو فرز الأصوات مرة أخرى، لأن حزب يعني اليوم حسبما صرح الناطق باسم الحزب بأن هناك كانت تجاوزات غريبة جدا وغير مقبولة. ربما هذا ينطلي على أغلق على كثير من القضاءات الموجودة في اسطنبول، وهناك عناوين غير صحيحة، عناوين غير موجودة. كيف وضعت هذه العناوين ووضع تصويت لها؟ هذا حقيقة يحتاج إلى إعادة القراءة في، وعلى ضوئها أعتقد أن ستأخذ قرار ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات. نعم، الفرق بين المرشحين لحزب العدالة والتنمية والحزب الجمهوري تقلص إلى 13,000، لكن ماذا إن لم ينجح حزب العدالة والتنمية بالفوز برئاسة بلدية إسطنبول؟ ماذا سيترتب بعد ذلك؟ الحقيقة يعني هذه ستكون ممكن أن نقول معضلة سياسية ستكون هنا في إسطنبول، لأن إذا كان رئيس البلدية أو عمدة المدينة من حزب، ومجلس العظام أو مجلس المدينة من حزب آخر، وأغلب رؤساء البلديات الصغيرة أو القضاءات أيضا من أحزاب مختلفة، كان الشعب الجمهوري أو حزب العدالة والتنمية، فكيف ستسير هذه البلاد وفق تعاند ربما الطرفين؟ أعتقد أن لابد أن يكون هناك أعتقد وفاق في هذه القضية، إضافة إلى أن هناك قانون، يعني لابد دور تركيا دور القانون ودور المؤسسات ستمضي في هذه المؤسسات. ولكن أعتقد أن التناحر السياسي حتى الآن موجود وبقوة بسبب أحقية، يعني كل طرف لديه الحق والأحقية في الطلب والطعون، ولكن في النهاية من يفوز؟ الجميع سيحترم قرار الشعب في الصندوق. لنعود إلى أساس المشكلة، من المسؤول عما جرى في هذا العدد الكبير من الأصوات الباطلة في إسطنبول، ولمصلحة من كل ذلك؟ الحقيقة هذا السؤال الذي طرح اليوم في بعض المناطق التي تم إعادة الفرز بها ووجود أعداد كبيرة من عناوين غير صحيحة وأخطاء، هذا حقيقة كما قيل سيتم هناك فتح تحقيق في هذه القضايا. هناك بعض الأسماء التي وردت في الإعلام هنا في تركيا حول بعض الأسماء التي أحضرت عناوين غير صحيحة، كمثال طرحوا مثال كمنطقة يوك تشيك ماجين، وفيها تقريبا أكثر من 800 عنوان غير صحيح، وهذه في قضاء واحد وفي منطقة واحدة، فكيف في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أكبر بكثير من تلك المنطقة؟ أعتقد أن هذا ربما ما يسعى إليه الآن نقول حزب العدالة والتنمية لإيجاد الحقيقة، إيجاد إعادة تحقيق. هل هنالك إمكانية فعلية لإعادة فرز الأصوات في إسطنبول أو إعادة الانتخابات؟ في إمكانية إذا كانت الأرقام جدا متقاربة، أعتقد هذه إمكانية ممكن أن تكون في حال وصول الأرقام متساوية نوعا ما بين كلا الطرفين، وفي حال ثبوت أن هناك ادعاءات الآن في تلك المنطقة عن وجود عناصر تدفع فتح الله جونان أو فيتو كما يسمى هنا، فإذا أثبتت التحقيقات هذا ربما أعتقد سيكون هناك قراءة أخرى في طيب. في الانتخابات. بالعودة إلى الأوضاع العامة في عموم تركيا، لا سيما البلديات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بمجالسها ولم يفز برئاستها، كيف سيكون حالها وكيف سيكون التأثير على الناخب التركي؟ في حال أقرت اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة بأن الحزب أو اتفاق الأمة لصالح الحزب سيد أكرم إمام أوغلو، أعتقد أن سيكون هناك احترام
من قبل الجميع للقرار النهائي الذي سيصدر. في النهاية هذا ليس قرارا سياسيا، هو قرارا شعبيا من قبل الجمهور. واضح أن هناك قراءة مختلفة عند الأهالي، لنقل في إسطنبول، الناس في إسطنبول اختاروا شيئين مختلفين ومتناقضين، المجالس بشكل عام للعدالة والتنمية لأنها مجالس خدمية ولها قدرات خدمية عالية، بينما من المنصب السياسي واضح أنهم ابتعدوا عن اتفاق الشعب أو اتفاق الجمهور، وإذا هذه ربما رسالة سياسية، إضافة إلى التنافس السياسي ما بين خصوم العدالة والتنمية الذي اتفقوا فيما بينهم نعم. لضم أصوات. لكن في النهاية أعتقد احترام رأي الجمهور والصندوق هذا الأساس، وهو ما أعتقد سيكون عليه. حتى الآن ينظر إلى أن حزب العدالة والتنمية قد خسر معقلا من معاقله الرئيسية وهي مدينة إسطنبول، إذن كيف سيؤثر هذا على نتائج الانتخابات أو على الحزب في المستقبل، وما هي نقاط الضعف التي يجب أن يتنبه إليها؟ لنبدأ من آخر السؤال، نقاط الضعف التي يجب أن نتنبه إليها، هو أعتقد ربما في الآونة الأخيرة كانت ابتعاد من عن الملامسة الجمهور بشكل كبير أو بشكل ملامس مثل الذي قبل، هذه النقطة. أيضا هناك بدأت الخصومات السياسية تتوسع من قبل الآخرين، هذه يجب أيضا أن تقرأ كيف تقيم تحالفات سياسية أخرى لتقوي مركزك من الناحية السياسية. وأيضا أعتقد ربما سيكون هناك تماس أكثر للشباب بشكل عام حول كيفية خطاب الشباب في هذه القضية. بالنسبة لقراءة في عدد الناخبين، إذا تفحصنا في العدد سنجد أن هناك فرق كبير جدا بين حزب العدالة والتنمية وبين أي حزب منافس له، أكثر من 7 ملايين صوت، على أن في حال انتخابات رئاسية قادمة في هذه النتيجة، في ضوء هذه النتيجة حتى الآن لصالح العدالة والتنمية. نعم، كان معنا الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.